إذا طاف الحاج يوم العيد طواف الإفاضة ثم حلق رأسه هل يحصل له التحلل الثاني أو لا؟ لا بد من الثالث ما يحصل التحلل الأول. نعم يحصل، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حصل التحلل الأول الذي يمنع تمتعه بزوجته، فإذا جاب الثالث حلت له زوجته. تعيد السؤال؟ أحسن الله إليك. يقول إذا طاف الحاج يوم العيد طواف الإفاضة ثم حلق رأسه. نعم جاب اثنين من ثلاث، طواف والحلق. نعم هذا التحلل الأول. نعم.